في البار، ايوه حطي الحل في البار في البرطمان، وهتلاقي مفاجآت كتيره، وهيعالجك من حاجات كتيره للاطفال وللسيدات، وهيمنعك من شراء ادويه كتيره من الصيدليات. اللي عنده حل في بار في البيت عنده كنز يا جماعه، اللي ما عندوش لازم يجيبه ويحطه في البيت للحاجات اللي هقول لكم عليها، للفوائد الكتيره اللي هتعالجنا يا حبايب قلبي. هنجيب كده حل في البار كده وهنقصقصه كده ونحطه في البرطمان، ويا ريت نجيب ميه مغليه، ايوه ميه مغليه لازم تكون ميه مغليه حبيبتي، والبرطمان لازم يكون ازاز. هنجيب كده وهنحط الميه المغليه في البرطمان كده حبايب قلبي، ويا ريت تخليه بعد ما تحط الميه المغليه على الحل في البار وتغطيه، يا ريت تخليه اكتر من 10 دقايق على اساس تستفادي بكل حاجه اللي بينزلها الحل في البار. وهقول لكم على الفوائد الكتيره اللي هتستفادوا منها يا حبايبي، وبالذات الاطفال. هقول لكم دلوقتي هنعمله في ايه وهنستفاد منه في ايه. خلاص كده خليناه كده 10 دقايق كده على الرخامه. هنجيب كده صفايه جميله يا حبايب قلبي كده، ولازم تكون الميه مغطيه الحل في البار عشان ينزل الحاجات الحلوه اللي فيه اللي احنا هنستفادوا بيه. هنجيبه كده صفايه كده ومج حلو كده، وهنصفي الحاجات اللي فيه كده كده يا حبايب قلبي كده. احنا صفناه، انا ممكن اشربه كده عادي، لو عاوزه تحطي معلقه سكر مفيش اي مشاكل. هقول لكم بقى الفوائد بتاعته دلوقتي يا حبايب. اول حاجه لو عندك برد في معدتك، لو عندك حصوات بينزل الحصوات، لو عندك املاح، غسيل للكلى جميل برضو حبايبي. اللي عاملين دايت ده بيخسس جامد، لو مجه واحد 3 كيلو في الاسبوع يا حبايب قلبي اكيد لازم نجيبه حل في البار. ولو انت شفت الفيديو ده يا حبيبتي يا ريت تقولي لي كده في بلدك اسمه ايه الحل في البار ده، اكيد ليه اسامي كتيره عندكم. طبعا انتوا شفتوا دلوقتي هو شكله ازاي، وان شاء الله هتجيبوه ومش هتبطلوا تجيبوه وتعملوا وتتهنوا. وكل سنه وحضراتكم طيبين، وطبعا متنسوش في الشير واللايك والاشتراك، وربنا يديمكم في حياتي يا رب يا حبايبي.